الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند التدليس، صحيح؟ إلى قول المصنف رحمه الله: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. أنه نوع من الإرسال، ذلك ذكره الخطيب في الكفاية، أن التدليس ولا بد متضمن للإرسال لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره. هذا القسم الأول. بالقسم الأول من يلخصه؟ من التدليس؟ أن يسقط إيه؟ يسقط الشيخ. طيب، مخافة أن يرد الحديث من أجل علة في هذا الشيخ أو في هذه في هذا الرجل المسمى. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. وهو أخف من الأول، كما في فتح المغيث للعراقي، أخف من الأول لأنه هنا يذكر، وإن كان يريد أن يصعب الوصول إلى هذا الشيخ وأن فيه تورية وتعمية، إلا أنه أخف من النوع الإيه؟ الأول. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. ثم ذكر: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. نعم نعم. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، والله أعلم. حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، من هذا؟ هذا فيه تورية وتعمية، وهذا قصد أن يكنه إيه؟ بكنية يصعب معها الوقوف على هذا الراوي. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. طيب،
يبقى ده نوعين من انواع الايه؟ التدليس. هل التدليس فقط ينحصر في هذين النوعين ولا هناك انواع اخرى ولا هم دولة الاشهر؟ دولة الاشهر. وبقية اقسام التدليس منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره حتى يصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وهذا فيه تغرير شديد. يعني هنا لا يسقط شيخه وإنما يسقط غير إيه؟ الشيخ ليسوي، اسمه تدليس الإيه؟ التسوية. وممن اشتهر بتدليس التسوية بقية ابن الوليد وكذلك الوليد ابن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء. كان يحذف من؟ شيوخ من؟ الأوزاعي الذي فيهم ضعف، ويبقي الثقات. فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. وهذا التدليس هو أفحش أنواع التدليس وأشر أنواع التدليس، اللي هو تدليس الإيه؟ التسوية، اللي هو اسمه إيه؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين. إسقاط ضعيف بين ثقتين، تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين. ومنه تدليس العطف، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذكر ذلك عن إيه؟ عن هشيم. ومنهم عمر بن علي المقدمي، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نرجع إلى قول ابن الصلاح، وكان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. قال ابن الصلاح في النوع 48، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. كان بيروي عن من؟ أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وكل الأسماء دي إيه؟ لشخص واحد، لشخص إيه؟ واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع أيضا شخص واحد. ومنه تدليس السكوت، تدليس إيه؟ كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت وينوي بذلك إيه؟ الوقوف. ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، موهما المستمع أنما سمعه من من؟ من هشام أو من الأعمش، وليس كذلك. وممن فعل ذلك أبو الفرج بن الجوزي، يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه، وتبعهما كثير من المتأخرين.
واحنا في الكراس الخاص بنا خدوه من يعني من كان له كراس فليأخذه من الإدارة. هنكتب بحث في التدليس، مطلوب بحث في ايه؟ في التدليس، أقسامه وتعاريفه، وشيء يسير يعني على كل نوع من الأمثلة، وبمن اشتهر بكل نوع من الأنواع، أقسامه، تعريفه، تعريف هذه الأقسام، مع يعني مع مثالين أو مثال لكل نوع، ومع كل قسم أو كل يعني صنف من صنوفه من اشتهر بهذا القسم. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ بأن يرويه عمن فوقه بعن وأن. الثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. دولة النوعين المشهورين، ولكن هناك أنواع إيه؟ أخرى تندرج وفيها مؤلفات كثيرة. قال النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. أن يروي الثقة حديث يخالف ما روى الناس، قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة، وهذا أضبط من الأول. يبقى الشذوذ هو المخالفة، الشذوذ الإيه؟ فإن كانت من ثقة كان لها حال، وإن كانت من غير ثقة من ثقة كان لها حال آخر. فإن كان الراوي ثقة وشذ بهذه الرواية توقف فيها ولم يحتج بها. طب لو غير الثقة يرد. قال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع أو متابعة. طبعا هذا كلام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، وهذا خلاف صنيع الحاكم في المستدرك. يعني هو الحاكم نفسه يقول هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع أو متابع. لم يتابعه أحد على هذه الرواية الإيه؟ المخالفة. لكنه خالف هذا، خالف فيه في المستدرك، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، بالرغم من أن هذا التعريف هو الذي يعرفه نفس الحاكم، إلا أنه خالف هذا التعريف في المستدرك، فصحح أحاديث انفرد بها الإيه؟ الثقات. ومن ذلك خذ يعني خذ هذا عندك، هذا الحديث مثال. ساق حديث من طريق مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش
قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال صحيح على شرطهما: فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي على هذا التصحيح. واضح؟ طيب كيف يفعل هذا؟ وكيف يقول هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع؟ فيه مسألة بسيطة لو ركزنا نأتي بها. هو الحاكم يقول، يعرف الشاذ ويقول: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. ثم يأتي على أحاديث خرجها قد انفرد بها الثقات عنده ويصححها. كيف ذلك وهو عنده شاذ؟ لا، ده صححه وقال على شرط الشيخين، فكلاهما احتج بمالك بن سعير. طيب، والتفرد من الثقات، ها ما وصلتش، حدله جايزة، جايزة كبيرة اللي يحل هذا الإشكال البسيط، جائزة كبرى. تفضل. يعني جزاك الله خير، تستحق نصف الجائزة، لكن مازال العرض قائم. هو بس الإشكال في تعريفه هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. ولما أتى على هذا الحديث، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يتعقب ذلك وقال إيه؟ قال: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ منه وأكثر. تاني، قال: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب، أي الذي ينفرد به الثقة، المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. كأن يعني يخالف هذا الثقة أناس هم أحفظ منه وأكثر، وإلا زيادة الثقة مقبولة ولا مردودة؟ مقبولة. طب كيف تجمع بين هذا وذاك؟ بهذا الضابط، أن يقول إيه؟ الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، علقمة ابن إيه؟ ابن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر، مسند الفاروق، وفي الأحكام الكبير. يبقى حديث الأعمال بالنيات ليس متواترا. والحديث هذا الذي خرجه البخاري في كتابه الصحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني الحديث ضعيف. طب لماذا أتى به هنا؟ مش فاهم.
هو صحيح من هذا الطريق، لكن الطرق الأخرى كلها ضعاف، كلها إيه؟ ضعاف. لأنه تفرد به عمر عن علقمة ومحمد بن ربيعة التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثم تواتر بعد ذلك. لكن كل الذين رووه عن عمر مخالفين أضعف طبعا، وإلا ما واضح. ومن تفرد به أو رواه عن علقمة من غير محمد بن إبراهيم كذلك، ومن رواه عن محمد بن إبراهيم عن غير التيمي كذلك، واضح. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث ثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وفي بأسانيد جياد، يعني 90 حرف لا يرويها غيره بأسانيد جياد. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة بأسانيد إيه؟ بأسانيد جيدة. طب ده تفرد؟ تفرد كده؟ الأحاديث الثلاثة المضروبة مثال في الصحيحين من هذه الوجوه فقط، لكن لها وجوه إيه؟ أخرى ضعيفة. طيب، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم، وإنما مسلم قال ذلك عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره. لا أحد يرويها غير من؟ يشاركه في نظيرها في مثلها جماعة من الرواة، أي لهم مفاريد جيدة أيضا لا يشاركهم فيها سواه من الرواة. يعني هو يروي تفرد بأشياء لكن بأسانيد إيه؟ جيدة. يبقى إذن هل التفرد كله مذموم ولا في مخالفة من هو أوثق وأكثر رواية؟ يبقى هو ده هو الضابط كل هذا حتى نستخرج إيه؟ هذا القيد لتتضح المسألة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، اللي هو القيد الذي أتى به الشافعي. فإن أن يروي الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك وليس من هذا النوع أن يروي الثقة ما لم يروي غيره. يعني هناك فرق أن يتفرد الثقة برواية، وهناك فرق من أن يتفرد برواية قد خالفه فيها إيه؟ غيره ممن هو أوثق وأحفظ منه أو حتى ممن هو مثله. يبقى لابد أن تفرق بين الإيه؟ بين الصورتين. وهذا الذي أراده الشافعي، وإن كان التعريف الآخر أدق إلا أنه يحتاج إلى قيد، الذي نوه عليه الشيخ الألباني في تعريف من؟ الحاكم النيسابوري رحمه الله والجميع. واضح يا إخواني؟ يبقى الصورتين واضحتين الآن، صحيح؟ طيب، الذي قاله الشافعي رحمه الله إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ. ثقة يروي رواية خالفه فيها من؟ الناس. طيب الناس دول ثقات ولا مردودين ولا ضعفاء ولا متروكين ولا ثقات مثله أو أوثق منه أو أكثر رواية، صحيح؟ طيب،
وليس من ذلك ولا يفهم من ذلك أي وليس من هذا الصنف ما سنذكره الآن أن ينفرد بالرواية لا يرويها غيره. والدليل فين الدليل؟ قول مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، تبدأ يبقى شاذ، لم يخالف فيها الزهري إنما تفرد فيها بالرواية. يبقى في فرق بين التفرد في الرواية والمخالفة في الرواية. المخالفة يبقى مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الشاذ. لكن تفرد الثقة هل هي شاذة؟ لا، ليس هذا هو النوع. يبقى ما نخلطش بين الايه؟ بين الصورتين. كيف يقول ذلك ويقول مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه فيها في نظيرها جماعة من الرواة، يبقى كلها شاذة؟ نقول لا، هؤلاء الرواة إنما تفردوا بهذه الروايات. والمقصود في الشاذ هي مخالفة المقبول أو الثقة لمن هو أوثق منه أو أقبل منه. وضحت؟ طيب، قال بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. قال الشيخ الألباني رحمه الله وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه في المستدرك الذي نوهنا عليه من قليل. وضحت الصورة؟ علشان كده لم نقف كثيرا مع تعريف الشافعي حتى يأتي الشيخ الألباني ويفسر هذا التفسير فتتصح وتتضح الصورة أكثر. حد عنده إشكال في هذه المسألة؟ أن يكون في نفس الطبقة تابعه فيها راوي من الرواة، يعني علقمة أتى بحديث، هل من طبقة علقمة راو في مثل هذه الطبقة روى نفس الحديث تابعه شد يعني الحديث به أو مش من طريق كامل في طبقة من الطبقات؟ بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. وهذا كلام متين، لأن لو كل حديث تفرد به ثقة من غير مخالفة تفرد به فقط رددناه لرددنا أحاديث كثيرة وتعطلت إيه؟ مسائل كثيرة عن أدلتها التفصيلية. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، خذ بالك، وأما إن كان المنفرد به غير حافظ إن انفرد ولم يخالف أيضا وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. حديثه إيه؟ إن كان إيه؟ طيب، بس لكنه ليس بحافظ، لكنه عدل فحديثه، علشان ما حدش يقول لك إن الشيخ الألباني في استحسين له منهج خاص لم يسبقه إليه أحد. انتبه. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه، فإن فقد ذلك فمردود، اللي هو الحديث الإيه؟ المنكر. طيب، غير حافظ العدالة ملكة في النفس معروفة، والضبط
إما أن يكون ضبط، لكن ليس في الضبط كالحافظ المتقن، يقصد به الذي عنده نوع خفة إيه في الضبط، أي من جهة الحفظ، لكنه عدل. واضح؟ قال النوع الرابع عشر المنكر، قال وهو كالشاذ، إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. طيب نقف عند هذا الكلام. قال وهو كالشاذ، يبقى المنكر كالإيه؟ من حيث المخالفة، إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. المنكر. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرضت روايته، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره، على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، قاله الشيخ الألباني في تعليقه على إيه؟ على هذا الكلام، في تعليقه على الكلام المنكر. نعم، الشيخ الألباني اللي معلق، لكن هذا كلام لمسلم في مقدمة الصحيح، لكن نعزوه إلى قائله، يعني مش إحنا اللي جايبينه من مقدمة الصحيح، لما نقل إلينا من؟ الشيخ الألباني رحمه الله. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرضت روايته، يؤتى برواية الحديث لهذا المحدث فتعرض على رواية غيره من أهل الحفظ والإتقان والرضا، فإن خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان هذا هو حال الأغلب من حديثه كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، وهو كالشاذ. حط الجملة دي بقى وكمل عليها، وهو كالشاذ إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، يعني أن ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته. لأن تفرد هذا الضعيف غير مقبول. طب لماذا جوزتم هذا في إيه؟ في الثقات في السابق لما تكلمنا عن كلام المسلم في الإمام الزهري، لأنه ثقة فليس عليه خوف إذا انفرد، لكن الضعيف الإشكال، كل الإشكال في إيه؟ في تفرده، فلا يقبل فيرد. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة، إن قيل من جهة اللغة إلا أنه إيه؟ في عند أهل الفن والاصطلاح مقبول ولا يعد إيه؟ منكرا. قال النوع الخامس عشر، النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد،
الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، مثال أن يروي حماد بن سلمة رحمه الله عن أيوب رحمه الله عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، أرمز كده لحماد بن سلمة برمز وأيوب برمز ومحمد بن سيرين برمز، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. وضحت؟ واضحة؟ حد عنده إشكال في هذه يا إخوان؟ نعيدها؟ طيب، حماد بن سلمة طبقة من الطبقات، روى حماد بن سلمة حديث قال عن أيوب، أيوب من؟ ها؟ أيوب السختياني، قال عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة. عندنا كم راوي؟ كم راوي للحديث؟ من؟ بين الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، منهم صحابي. هذا الحديث برواية حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال فإن وقع أن هناك راو روى هذا الحديث عن أيوب غير حماد فهذا الحديث له متابعة أخرى عن أيوب غير حماد بن سلمة، كأن يرويه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فالحديث متابع عن أيوب ولا مش متابع؟ ده واحد تاني رواه، رواه راوي آخر عن مين؟ عن أيوب غير حماد ابن سلمة، فتأتي الرواية على هذا النحو. يبقى عندك رواية أيوب روى عنه اثنين، حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد. طيب، أو يكون روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين واحد غير أيوب السختياني كسفيان الثوري مثلا، يبقى روى عن محمد بن سيرين من؟ سفيان، فأصبح متابع لأيوب السختياني. أو يرويه عن محمد أبي، أو يرويه عن أبي هريرة واحد غير محمد بن سيرين كإيه؟ كالأعرج مثلا، كالإيه؟ كالأعرج. واضح يا إخواني؟ طيب، فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، فإن روي معناه، فإن روي إيه؟ قف، فإن روي إيه؟ يبقى ده شاهد بالمعنى ولكن ليس لهذا الحديث. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد وهو الفرد المطلق، وينقسم إلى مردود منكر أو إلى مقبول غير مردود كما سبق.
ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. الضعيف الايه؟ اللي ضعفه ليس بالقوي الذي ينجبر. وهذا مر معنا، ألم يمر معنا من قبل؟ اللي هو الضعيف القريب ايه؟ الضعف. ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهم. طبعا هو لم يوضح في الحقيقة، ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني يتقوى حديثه إذا وجد له إيه؟ متابع. طب أحيانا نجد له متابع حديث وهذا المتابع يزيده ضعف، يبقى العبرة هنا بمن؟ بحال الراوي، ضعفه نوعه إيه؟ كذاب مثلا ما ينفع فيه شيء، ما ينفع معه شيء، أو لا يصلح أن يعتبر به. وده كان كلام مين؟ الدارقطني في بعض الضعفاء. وهذا له تفصيل إن شاء الله يأتي معنا.